هذا القانون اللي تفرض على وكالة الأسفار من غير الرجوع على المهنيين من غير الرجوع لهم. وحنا هذا اللقاء الصحفي ديال اليوم درناه كحملة تحسيسية للرأي العام، للسادة البرلمانيين واللي هما دوزوا هذا القانون في الغرفة الأولى، والناس دابا السادة المستشارين اللي في اللي تيدوزوه دابا في الغرفة الثانية، تنرجعوا نقولوا لهم الله يخليكم قبل تريتوا، قبل ما تدوزوا هذا القانون الله يخليك رجعوا للمهنيين، لانهم احنا ادرى الناس بالمشاكل ديالنا، وتنقولوا لهم الله يخليكم ان هذا القانون راه ما دارلوش دراسه جانبيه للاثار السلبيه لهذا القانون، وتنقولوا لهم كذلك انه هذا المطالب ديالنا راه مطالب مشروعه، وعندنا وحق دستوري كمواطنين قبل ما نرجعوا مهنيين وكمهنيين، لان تنقول لهم انه هاد الناس هادو اللي بغاو يصنفوا وكاله الاسفار الصنفين الف وباء، شنو هي الالف وشنو هي الباء، بدا يفهمونا باش ما يخرجوناش افيك دي ديكري دابليكاسيون اللي حنا ما نقدروش عليهم. وتنقول لهم غدا تيقول لك شبكه التوزيع، اسيدي حنا قادين نوزعوا لراسنا، نحلوا مكاتب، نخلقوا مناصب شغل، حنا تنبقاو قوى اقتصاديه يعني، وناس اللي هما عندهم ناس اللي عندهم دبلومات صغيره، الناس اللي مخدمين 15000 منصب شغل مباشر ناهيك الغير المباشر، انه راه خدامين معنا دي كورسيي دي فام دو ميناج دي فامي اللي على قد حالهم، هاد الناس هادو فين غيمشيو حيت دير لي شبكه توزيع، والسيده الوزيره ولا السيده الوزيره المكلفه بالسياحه اللي قالت لك بونكاريزي لي برودوي توريستيك، كومون بونكاريزي لي برودوي توريستيك، لا ديجيتاليزاسيون، لا ديجيتاليزاسيون على اللي حنا مستعدين لها بمواكبه تحت رعايه الوزاره الوصيه، ديروا لنا دورات تدريبيه، ديروا لنا ان كونترول، ديروا لنا هادشي، وحنا مرحبا بكم، حنا معاكم ما عندناش مشكل، ولكن ما تجيوش تفرضوا علينا قانون حنا ما عندنا ما قابلينه لا من اول لا من اخر. وعدتنا السيده الوزيره انها من غير رضا المهنيين ما غيكون حتى حاجه، اذا به تفاجئنا انه دات في الغرفه الاولى ودابا في الغرفه الثانيه، الله يخليكم ما تحددوش المصير ديالنا من غير الرضا ديالنا، هذا حق مشروع، حنا مواطنين مغربيين ومغاربه تنبغيو بلادنا، وإلا هاد الشيء فيه الصالح للبلاد حنا مستعدين، ولكن حنا تنشوفوا هذا القانون ما فيه صالح لا للبلاد لا للعباد. البلاد شنو غادي يجيها؟ شنو هو لو بلوس اللي جاي بلا هذا القانون؟ قولوا لنا نفهموه يعني، وتنتمناو حتى تنقول لهم الله يخليكم تريتوا قبل ما تحكموا على المصير ديال هذه المهنه هذه وتسميع وما يبقى عندها حتى شي قيمه. شكرا. غنتكلموا اليوم على مشروع القانون 11-16 اللي وضعته وزاره السياحه واللي كيهم القطاع ديالنا يعني القطاع السياحه. هذا مشروع القانون احنا كمهنيين عندنا بعض المؤاخذات عليه. احنا يعني مشروع قانون او قانون جديد احنا ماشي كنعرضوه، بالعكس احنا كنحبدو اي فكره جديده، اي قانون جديد يمكن له يعني يواكب العصرنه ويحسن يعني الوضعيه ديال وكالات الاسفار مهنيا، احنا ما كاين حتى مشكل. ولكن هذا المستجدات اللي جا بها هذا مشروع القانون احنا الصراحة ما فهمناهاش، يعني ما فهمناهاش، لان عندنا القانون اللي كيصاير حاليا وهو 31-96، نعم فهو قانون مرت عليه اكثر من 20 سنة، وصل الحد ديالو، خصو يتجدد، خصنا نشوفوا بعض المواضيع جديدة الى اخره. مع الاسف كنا كننتظروا الكثير من هذا القانون الجديد، ولكن يعني يعني كانت الصراحة صدمنا هذا القانون، عندنا خلى بزاف ديال الجوانب اللي ما تكلمش عليها، ومشى لواحد الشقين اللي تكلم عليهم هما الرقمنة لا ديجيتاليزاسيون اي لا ديستريبيسيون اللي هي التوزيع. مزيان مرحبا سيدي، حنا بالعكس حنا كنحبدو الفكره ديال الرقمنه وديال لو اي كوميرس، وباش الوكالات او الشركات المغربيه حتى هي ترفع من المستوى ديالها وتولي في واحد المستوى ديال الشركات العالميه.
احنا ما عندنا حتى شي مانع، ولكن هذا الرقمنه خصها دراسه، خصها مواكبه، خصنا نصلحوا هذه الوكالات الاسرى المغربيه. واش تماك الوزاره دارت برنامج وطني وايام دراسيه؟ الوزاره دارت من ناحيه باش تواكب الوكالات الاسفار، واش وجدت لهم الاطار يعني القانوني للرقمنه؟ واش كاين يعني ان بودجي اللي غتوضعوا رهن اشاره الوكالات الاسفار باش تساعدها توصل اللي ما ارادت ان تصل اليه؟ مع الاسف ما كاين حتى شي حاجه. الرقمنه ونسكتوا زيان. التوزيع، وكالات الاسفار المغربيه اليوم شنو كتوزع؟ كاين بعض الوكالات كدير العمره، كاين اللي كيدير الحج هذوك اللي مرخص به، وكاين الاخرين اللي كيبيعوا لي باكيج. هاد الوكالات الحمد لله الناس عندنا مهنيين اكفاء، ما كاين حتى مشكل. الوزاره لا، احنا بغينا نجيبوا نحلوا يعني الباب باش يدخلوا شركات عالميه دي ملتي ناسيونال. مرحبا، ما كاين مشكل سيدي، مرحبا بهم الا كانوا هاد الشركات يدخلوا باش يجيبوا لنا واحد القيمه اضافيه، مرحبا بهم. ولكن باش يجيو شركات كنعطي مثال ديال بوكينغ اللي ما عندها حتى شي قيمه اضافيه، يلا تتخرج العمله الصعبه وتمشي، لا لا، حنا بغينا شركات اللي تجي المغرب يكون دخل في اطار ديال القانون المغربي دو دووا ماروكان، ويكون عندها ان روجيست دو كوميرس مغربي، ويكونوا عندها موظف وتخلص الضرائب في المغرب. مرحبا، ما باش اللي غادي يجي ويجي غير يدي الفلوس ويمشي بحالات، ولا لا، هادشي ماشي معقول، هادشي راه ماشي في الصالح يعني المغرب. وحنا يعني كبهنيين كان يعني نجروا ناقوس الخطر للوزاره وكنبوها على هادشي. راه لي ميتي ناسيونال سي بيان، مي كي فيان سانستالي يجيو يجلسوا في المغرب مرحبا، ويكون عندهم نفس يعني الحدود كالوكالات الاخرى. هذا القانون ما تكلمش على الشركات السياحيه اللي كتمشي لاسواق بعيده تقلب على زبناء، وكات يعني بمالها الخاص وبالتكاليف ديالها، وهذه اللي يعني كدير واحد القيمه اضافيه وتدخل العمله الصعبه للبلاد. هادو فينا هما؟ علاش ما تكلمناش عليهم؟ علاش هاد الناس ما نساعدوهمش ونطوروا معاهم ونواكبوهم؟ لان هاد الشركات راه القيمه الاضافيه ديالها اكبر واكبر. الا كان قانون خصو يكون قانون شامل ومتكامل، يكون كيرضي الجميع يعني، ويكون موضوع بعقلنا وموضوع بواحد يعني الطريقه احنا نقولها كارتيزيان، ماشي بطريقه عشوائيه، وتعطي الفرصه للمهنيين باش حتى هما يعطيو الرؤيه ديالهم ويتعاونوا. وراه احنا بالعكس التجديد احنا 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 كنطالبوا به، ولكن يكون تماك واحد الاطار يعني توافقي ماشي انفرادي. وشكرا.